السلام عليكم ورحمة الله، وفي رحاب القرآن الكريم، وما زلنا في رحاب سورة المؤمنون، الآية رقم 60. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلهم هنا من فعل الطاعة ألا تقبل منه، وليس العكس، وليس من فعل المعصية. يعني هنا قلوبهم وجلة بأنهم أدوا الطاعة فيخشون ألا يتقبل الله منهم هذه الطاعة، وليس كما يظن القارئ ظاهرا من أنهم قلوبهم وجلة من فعل المعصية. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ في هذه الآية اللي هم قلوبهم وجلة. قال: لا يا بنت الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وقال الحسن: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. هذا قول الحسن، يعني إن هم أدركوا أقواما كانوا وجلون ويخافون من عدم قبول أعمالهم الصالحات أكثر منكم، اللي هو بيحدثهم الحسن في حضرة الحسن في هذا الحديث، من سيئاتكم أن تعذبوا عليها. ننتقل إلى سورة النور والآية رقم 29. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. المتاع هنا بقى كلمة المتاع أي الانتفاع والتمتع والمصلحة، ده المعنى الصحيح لتفسير كلمة المتاع، وليس ظاهر كما يظن القارئ يعني بأنها الأغراض والعفش وكذلك. وما زلنا في سورة النور والآية رقم 31. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. جيوبهن هنا أي صدورهن، فينسدل الخمار من الوجه إلى أن يغطي الصدر. وليس الجيوب معنى اللي هي المكان اللي بيصنع في الثوب يخبأ فيه المال، يعني اللي هو الجيب، يعني بمعنى العامية الجيب أو ما شابه، يعني وهو الشائع للمعنى الظاهر للكلمة. صدق الله العظيم.